ما شاء الله، أنت دائما نشيط وتحب عملك أيها الرسام، وأنا أحب النشاط والنشيطين مثلك. جميل، برسم عن النعامة. هل تعرف أن للنعامة إصبعين فقط في كل ساق؟ طبعاً تعرف لأنك رسام وتعرف شكل النعامة جيداً. وهل تعرف أن إحدى الإصبعين أكبر من الأخرى بكثير؟ تعرف أيضاً؟ وهي ترقد على الإصبع الكبيرة. طبعاً تعرف أنت رسام وترسم الأشكال بشكل صحيح. Thank you.